اخترت كلمنا على الفضائح والمهاز اللي يعيشوا فيها الجزائريين بسبب شركة اير الجيري. فحال دارت في الجزائريين ندبت لهم حتى قالت فيكس هذا اير الجيري. شوف لي زاجونس دو فواياج زاجون دي كومباني ايريان شركات طيران نورمال لانه الناس تشري في الانترنت البيمعات يديبلاسي ما كانش لي ديبلاسي ما كانش لي يروح يشري في الجيشي ما بقاش في اجونس ولا زاجونس قلوا ابا اير الجيري هي اللي عندها لي زاجونس لاجونس تاع اوبيرا الغاشي عليها للرقبه هاي ليك الصوره اللي تم اخذها في نهار الثلاثاء اللي فات ماردي درني صوره بعثها لي اخ نهار الثلاثاء هاي ليك شتا تطيح والاخ هذا يقول لي نهار ثلاثة كنت جايز قدام لاجونس تاع اير الجيري في باريس كانت شتا تطيح والجزائريين دايرين لاشان وقال له واحد باش تدخل لاسال داتونت هذيك القاعة هذيك تاع لاجونس يلزمك تستنى ثلث سوايع تضرب ثلث سوايع عقوبة هذه للجزائريين بلا واش ضرب ثلث سوايع باش تقدر يوصل الدور ديالك. الناس يستناو ساكتين عجبهم الحال ولا ما عجبهمش ودائما الامور هكذا وهكذا دايره للرجيري هك دائما الامور هك عجبك الحال ما عجبك ما عجبك الحال شرح دير ما تشيلش بيه درك الناس اللي عاد يروحوا للجزائر غير اللي للضروره ما كانش واحد يقول لك روح للجزائر بسميشة باش نروح للبحر باش نروح نحوس في الشريعة باش نروح نحوس في تيكجدة ولا في طراقيلة ولا نروح للنابة ولا نروح للقالة يعني تشوف زين نروح للتلمسان غير يقول لك بابا مريض إما مريضة نروح نشوف بابا راح يموت نشوف إما نشوف اللي ما عندوش شحال نعرفوا في فرنسا يروح يجوزو فاكونس في المغرب منهم لي جور تاع ليكيب ناسيونال ولي زعما جاو يعيرهم كيفاش يروحوا يجوزو لي فاكونس في المغرب محرم حرز محرز غير تصفق له يا ولد الحرام قاعد تصفق له وتريك تشوفه يلعب وجات حلف فمو تقول لك راح يجوز لي فاكونس في مراكش ياش راح يجوز في مراكش وين حبيتو يجوزهم في الجزائر اعطيلو وين يجوزهم في الجزائر اعطيلو ورينو مضرب واحد يقدر يجوزهم دابور كان غاشي بزاف الجزائر كان 12 مليون توريست في شهر واحد الى في شهرين و120 مليون في الولايات الساحليه يا ابن عمي وين راح تسي بلاصه تاعها واش كاش توكلهم 120 مليون هذوما كيفاش كاش راح توكلهم منين نجيب لهم الخبز والحليب والزيت والماء سي نورمال الزيور تاعك ما يقدرش يروحوا ما تسعلهمش مع 120 مليون 120 مليون مصطفى قال لك و12 مليون سائح في الولايات الساحليه تمسخر هذيك راه الجيري هذه وكي حل تاع الجيري قال لك هذه يوم قال لك داروا بروغرام ودي بروموسيون جمله 900 بيالي روتور حتى لوتريش شكرا يروح لوتريش يرحم باباك دو فوا بار سيمين للنمسا لفيينا شكون اللي راه يروح للنمسا وبصح لفرنسا ما كاش بلايص شكون اللي راه يروح جيت قالوا نديروا لاديس ابيبا وديل كاراكاس نسخروا بالشعب الى واش فصدرك اللي زاد ما عادش يسافروا باش يروحوا للجزائر ما كاش اللي يحب يحوس يروح يحوس في
المغرب لا يروح للطاليان ولا لاسبانيا، بزاف يعني يروحوا لاسبانيا وخلاص، مش تروح تحوس في الجزائر. هلكوها ولاد الحرام. يعني حتى بنادم قال ما عليه يا خويا كيما راهي نقبلوا بها، شوفوا بصحات. شوف الناس تروح دير لاشين تتهان إهانة، يعني تبدأ تذوق الإهانة قبل ما تحط رجلك في الجزائر، تبدأ تذوق الإهانة والذل والرقص قبل ما توصل الجزائر، باش ليه هذا أوردوفر يقول لك، يعني في بلاد ريزيستانس. غير توصل لاباف يبدأ ذاك بافيس يشوف معك، يخليك تقعد تشك في روحك، قول يا أبو قلب راني سينيالي ولا واش، تقعد تشك في روحك. الناس ما عادش يروح على جلادي. ما ما انت تخرج من لاباف ديواني كيف كيف داي قابر فيك، شما ينحي لك ديجا ديواني شما ينحي لك. وبعد تدخل خرج للعام البوليسي يحقر، جدرمي يحقر، الناس كامل هذا يحقر هذا، حتى الباركينغور هذا كي يجي يقول لك انا نعس عندي باركينغ، انا نعس يرفد لك مرداية يقول لك هات 10,000، هات 10,000 اني قاعد نعس في طوموبيل دراع سنكسرها لك، يضربك ما روح تشكي. هايدي كل الناس ساكن يبداو يذوقوا الإهانة في شبابيك ولاد الحرام، شبابيك تاع إيرانجيلي. شو قولوا؟ قولوا ربي قدر الخير لبلادنا، ربي بعد عليها ولاد الحرام، ربي عجب برحيل هاد العصابة الحرايمية المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشرية واحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا قاع الصواليه كي قلنا لهم مدنية يسقط